السلام عليكم، مرحبا بالجميع على قناة جايلة شانال. إخوان الأخوات، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم ما تشوفوا هذا الفيديو. الفيديو ديال اليوم جبت لكم ما يسمى أخبار مختصرة لفرنسا، المهم أخبار فرنسا. إخوان الأخوات متابعي قناة جايلة شانال، نقول لكم دائما ودائما كنشكركم، دائما كنشكركم على التعليقات ديالكم وعلى الحب ديالكم، وكذلك على الكلام الطيب ديالكم ودعوات الخير ديالكم. وكذلك كنشكركم دائما أنكم كتشجعوني، وكنحس انني كيف كنقولوا حنا بالفرنسيه جو سوي ايبولي، يعني كاين الناس اللي راهم من ورايا، بارك الله فيكم. وهذا الشيء كيفرحني، ونظن حتى نتوما كيفرحكم. بطبيعه الحال هذه القناه راها يعني قناتي وقناتكم حتى نتوما، حيت نتوما اللي كتبعوها وانتوما اللي كتحاولوا انكم كي نقولوا حنايا كترفعوها او انكم كتزيدوها للقدام. بطبيعة الحال إخوان الأخوات اللي أول مرة كتشوفوا قناة جايلة شانال، إذا كان يعجبكم حال هاد المحتويات بطبيعة الحال اللي كيكونوا فيهم معلومات، وبعض المرات كندير دي فلوغ، نقول لكم تقدروا أنكم تشتركوا معنا، ما تردوش أنكم تشتركوا معنا في القناة باش هكا توصلوا بجميع الفيديوهات. الفيديو ديال اليوم غادي نتكلم على حظر التجول اللي غادي يبدا في منطقتين غدا الثلاثاء، كذلك غادي نتكلم على وشنو التصريح اللي جابه وزير التعليم في برنامج لو غون جوري، وكذلك غادي نتكلم وشنو قالت وزيرة الشغل إليزابيث بورن بالنسبة لمساعدة الليجون، وكذلك غادي نتكلم على إذا شي واحد، المهم ما نتمنى حتى لشي واحد، قدر الله كانت فيه لي سيمبتوم تاع الكوفيد يعني تاع هاد الأمراض وكان يخدم وشنو خاصو يدير، وكذلك غادي نجاوب على جوج الأسئلة اللي جاوني ديال لاكاف، وربما حتى نتوما تستافدوا منهم. إذا كنتو باغيين تشوفوا لا فيديو بطبيعة الحال تقدروا تشوفوا من الأول للآخر هكذا باش تستافدوا، ونبداو لا فيديو. الوغ بالنسبه لحظر التجول واللي غادي يبدا غدا الثلاثاء من السادسه مساء في المنطقتين اللي هما لوفار و لادرون، هاد هما المنطقتين، وبطبيعه الحال اللي غادي نضافو للمناطق الاخرى اللي كانوا من قبل يعني انهم انونساوهم. بطبيعه الحال كاين لو شير، كاين لاليي، كاين لو كوت دور، كاين لو باغين، كاين الفوكلوس، كاين لو بوش دو رون، وكاين لو فار، وكاين لادروم، وكاين كذلك المناطق نتاع لي زاب ماريتيم اللي ديجا كانوا دخلوا في 2 يناير. المهم كيف كتشوفوا من خلال الخريطه بطبيعه الحال كاع المناطق اللي راهم في لا زون روج واللي غادي يبداو غدا هي لادروم و لو فار. بطبيعه الحال في هاد الفتره الوبائيه واللي كينتشر فيها الفيروس، كذلك كاين هذا الفيروس او السلاله الجديده. بطبيعه الحال هذه السلاله الجديده قالوا على انها تنتشر بسرعه وبين الشباب. اللي بغيت نقول لكم هو انه فرنسا فاش كتكون او الحكومه الفرنسيه فاش انها كدير حظر تجول وكدير اختلاف الساعات بين المناطق، طبيعه الحال على حسب انتشار الوباء في كل منطقه، فرنسا كتحاول ما امكن انها باش ما تدخلش في حجر صحي ثالث. بطبيعه الحال حيت حجر صحي ثالث حاجه اللي هي كيف كنقولوا حنايا كتدمر الاقتصاد. بطبيعه الحال فرنسا باغيه انه يكون الرواج، يكون الاقتصاد، لي زيلاف يمشيو يقراو وتكون الحياه يعني نقولوا شبه عاديه. لكن بالنسبة وشنو فوقتاش يقدروا أنهم يقرروا بالنسبة للمرحلة الجاية بطبيعة الحال، اولا وكيف ديما عارفين، ماشي كيف ديما عارفين يعني كيف راكو عارفين، على انه تم تمديد حظر التجول الى 20 يناير 2021، لكن في ظل هذا الوباء وفي ظل بطبيعه الحال هذه سرعه الانتشار اللي رحنا كنشوفوها، وفي ظل هذه المناطق كامله اللي راه فيها الوباء منتشر بكثره، انا نظن على انه سوف يتم تمديد حظر التجول. فرنسا يعني من بالنسبه للاسبوع هذا اللي جاي او المهم في النصف، قالوا في النصف من جانفي غادي يعطيونا وشنو غادي يقدروا انهم يديروا بالنسبه للمرحله الاخرى، بحيث انه هاد الاسابيع هادو اللي غادي يقدروا انهم يقيموا ويقولوا لنا وشنو يقدروا يديروا في المرحله يعني الجايه بالنسبه لهذا الوباء. ربما غادي يكون مناطق اللي غادي يكون فيهم كذلك يزيدوا مناطق اخرى يكون عندهم حظر التجول مع 6 العشيه، ربما غادي يكونوا مناطق اللي غادي يدخلوا في الكونفينمون يعني حجر صحي، ومناطق اخرى ما يدخلوش في حجركم ما يكونش حجر صحي. المهم انا فقط قلت لكم يعني المضعيه الحاليه بطبيعه الحال فيها الوباء منتشر، لكن الحكومه الفرنسيه هي اللي غادي تقرر، وهذا الشيء غادي يبان من هنا على 10 ايام. المهم
كذلك بغيت نقول لكم وشنو جا به وزير التعليم. بالنسبة وزير التعليم قال على أنه واللي استضافوه برنامج لو كرون جوري بالنسبة لامتحانات البكالوريا، قال لي بروميير زيبروف غادي يكونوا كما هو محدد في شهر مارس. قال لكن يقدر يكون واحد التغيير إلا في حالة ما الوضعية ألزمت ذلك، لكن حاليا حتى شهر مارس. حاجة أخرى بغيت نقولها لكم وهو على أنه إذا شي واحد فيكم المهم نتمنى حتى لشي واحد تقاس بهاد لي سيمبتوم أو أنه حس بلي سيمبتوم نتاع الكوفيد، أول حاجة ما خاصوش يخرج، يعني ما خاصوش يمشي يخدم. أول حاجة ليزولمون، هاد الشيء اللي هما قالوا عليه. كذلك بالنسبة لهذا الشخص خاص تاني حاجة يديرها وهي لو ديبيستاج، خاص يدير التحليلة. لكن باش أنه دير لاغي مالادي تقدر انك ديكلاري فقط سور لو كونت اميلي، وهاد لو كونت اميلي كون بارازار البارح شرحت لكم كيفاش انكم ديروه عندكم في المهم تدخلوا عندكم لابليكاسيون، وكذلك قلت لكم على انه مهم مهم جدا. شي وحده سولتني في الصباح قالت لي لمن يصلح هاد الكونت، هاد الكونت يصلح بكل ما يتعلق بالصحه، يعني اي حاجه مشيتي عند دونتيست ولا مشيتي عند الطبيب وبغيتي تعرفي واش لا سيكوريتي سوسيال خلصاتك كتدخلي للكونت ايميلي ديالك وكتشوفي، بغيتي تجيبي اون اتيستاسيون ولا شي حاجه المهم اللي تخص لا سيكوريتي سوسيال شي حاجه كتدخلي للكونت ايميلي، يعني هو حاجه مهمه بحالو بحال لاكاف، يعني هاد الحوايج خاص يكونوا ديما عندكم وعندكم ان كونت ديالهم. المهم بالنسبة ابتداء من 10 يناير، وهاد الهضرة ديجا كنت قلتها لكم نهار اللي دار جون كاستيكس الخطاب ديالو هو أوليفي فيرون، قلت لكم على انهم قالوا بلي كاين ان غي مالادي الناس اللي تقاس من الكوفيد وما كاينش لي جور دو كارونس، بمعنى انه تقدر دير ان غي مالادي ولكن تتخلص كامل، حيت لي جور دو كارونس افون كنا باغ اكزومبل انا فاش كنكون ما خدمتش يعني وكدايره اغي مالادي كنمشي ندي واحد الورقه لومبلويور نصيفطها لومبلويور وواحد الورقه كنصيفطها لا سيكوريتي سوسيال، لكن لا سيكوريتي سوسيال فاش كتدرس الثلاثه ايام الاولى ويتسموا لي جور دو كارونس ما كنتخلصش فيهم، كان بدي نتخلص ابارتير من النهار الرابع ولومبلويور يعني كيكمل لي داكشي اللي كنت انا خدمته. لكن حاليا في حالة ما انه شي واحد مرض طبيعة الحال انه غادي يتوصل بالسالير ديالو كامل، هذا هو يعني المقصود. المهم شي مرة كنبغي نشرح مزيان مزيان مي كنتلقى راسي كنولي نعاود يمكن نفس الكلام. كذلك تقدروا انكم ديروا في declare.amelie.fr. كذلك درك غادي نمشيو عند وزيرة الشغل. بالنسبة لوزيرة الشغل اليزابيث بورن، بالنسبة لاليزابيث بورن طبيعة الحال داروا على انه تصريح اللي جات به بما يسمى واحد لو بروغرام لي جون، هاد لو بروغرام لي جون ولا هاد المساعده لي جون نتاع جون غارونتي ولا جون غارونتي يونيفرسال. غادي فقط نذكر لكم غير واحد الحاجه قبل ونقول لكم هنا باش غير تفهموا باش يكون عندكم الموضوع شامل. كانوا من قبل قالوا ان جون اون سوليسيون، وديجا كنت تكلمت على هذا الموضوع، بمعنى انهم طلبوا من لي زونتربريز انها تخدم الشباب، وقالوا لي زونتربريز باش يشجعوا لي زونتربريز انهم يخدموا الشباب، قالوا لهم فاش تخدموا الشباب الدوله تعاون لونتربريز ب 4000 يورو، يعني هذيك 4000 يورو بطبيعه الحال كتقسمها ليها الدوله. قالوا انه اذا خدمت شي شاب ودرت له واحد السي دي دي على الاقل فيه 3 موا الدوله تعاون هذيك لونتربريز ب 4000 يورو باش يشجعوا لي زونتربريز. من بعد جات تصريح على انه هذاك التقرير او هذاك لو بروغرام نتاع ان جون اون سوليسيون اللي قالته الدوله، قالت بالنسبه حاليا غادي ياجلوه حتى ل 31 جانفي عاد باش يديروا يعني هاد التدابير ولا هاد لو بروغرام ديال ان جون اون سوليسيون. لكن حاليا اليزابيث بورن بطبيعه الحال وغادي نخلي لكم تشوفوا هنايا يعني التصريح ديالها وغادي نخلي لكم حتى لو ليان بالنسبه للشباب اللي انه بغى يزيد يقرا وبغى يزيد يشوف. قالت على انه حاليا بالنسبه لي جون 16 عام 25 عام بغاو يديروا لهم واحد لا ريمونيغاسيون، بغاو يديروا لهم واحد الدخل. المهم قالوا الشباب الذي لا يعمل ولا جيت نقول لكم ولا يقرا الشباب اللي ما كيخدمش وما كيقراش وما عندوش تكوين طبيعة الحال ما عندوش دخل حيت شباب. قالوا على انه هاد الشباب وفي ظل هاد الوضعيه اللي رحنا عايشين فيها يعني نتاع هاد الوباء هذا بغاو يديروا ليهم واحد الدخل،
لكن هذا الدخل اللي غادي يديروا ليهم طبيعة الحال باش يكون الواحد مستفيد، قالوا غادي يكون عنده واحد البرنامج ومتابعة، وطبيعة الحال هاد لي جون هادو اللي كيكونوا في هاد اللاج هذا كيكونوا متابعين من لا ميسيون لوكال، غادي تكون عندهم واحد المتابعة من لا ميسيون لوكال، ويقدروا يسنيو معاهم واحد لو كونطرا من 12 حتى ل 18 شهر باش انهم يديرهم اون انسيرسيون باش يدخلوكم في عمل المهني والعمل التكويني، يعني او ميم طون يديروا لكم هذا الشيء او ميم طون يكون عندكم واحد لا ريمونيراسيون باش هكذا يشجعوكم، وبطبيعه الحال يكون عندكم واحد الدخل. كذلك في هاد المج في هاد الشيء اللي كنهضروا عليه على المساعده ديال لي جون، ديجا كنا تكلمنا من قبل وقلنا بالنسبه للاشخاص اللي سون ديبلومي واللي كان عندهم لي بورس من قبل، اللي بغى يشوف هاد لو سوجي هذا راه ديجا راني دايره الموضوع اللي كانوا قالوا انهم يعطيو مساعده اللي تقدر توصل حتى ل 900 اورو. كذلك حتى هذاك هو جا في يعني في برنامج ديال وزاره نتاع الشغل، جا كذلك حتى هذاك هذيك المنظومه ولا هذاك لو بروغرام اللي دايرينه. المهم انا فقط هنايا بغيت نقول لكم انهم غادي يقدموا مساعده لي جون، لي جون من 16 عام 25 عام تقدروا انكم تسولوا يعني تشوفوا في لا ميسيون لوكال وتقولوا لهم باللي بغينا اننا نستافدوا من لا ريمونيراسيون اللي قالت عليها اليزابيث بورن فيما يسمى باطار جون يونيفرسال ولا جون غارونتي. دروك غادي نتكلم على جوج نتاع الاسئله اللي جاوني ديال لاكاف. جاني سؤال انني سيباريت مع راجلي وخرجت وشنو غادي ندير، وجاني سؤال من واحد الاخت ان الزوج ديالها مسافر للجزائر ولاكاف استدعاته وهو باقي يعني راح حاصل تما. اذا خرجتي من الدار سيباراسيون سواء كان راجل او امراه، لكن هنا الاخت هي المراه اللي سولتني، اول حاجه ديروها انكم خاصكم ديروا شونجمون دو سيتوياسيون في لاكاف، هذه اول حاجه. سي بور سا كنقول لكم اي واحد فيكم من الطرفين خاص يكون عنده لو كود ديال لاكاف، يكون عنده ليدونتيفيون باش فاش توقع شي حاجه ولا سبحان الله شي حاجه تقدروا ديروا لا ديكلاراسيون نتاع لو شونجمون دو سيتوياسيون. راه عندي واحد الفيديو فيها كيف تبدل الحاله العائليه وتقدروا تشوفوا ساهل. صاي تفهمنا غادي دير اختي شونجمون دو سيتوياسيون. اما بالنسبه فاش تكوني ولا فين تسكني ولا، خاصك تمشي لاسيسون سوسيال وهي تشوفي معاها واش تقدر دير لك مكان تاع لو فوايي، وهي دير معاك يعني الاوراق الاداريه باش تشوف شنو انها تقدر دير لك، تقدري انك توشي حتى لي غيسا. وهذا بالتجربه ديال البنت اللي يعني كانت في هاد لا سيتوياسيون واللي تواصلت معايا في انستغرام. صايي كملنا بالنسبه لهادي، دروك غادي نفوتو عند الاخت اللي قالت لي الزوج ديالها انه باقي حاصل في الجيري، وانه يعني كي غادي يدير ولاكاف يعني بعثت له هكا كتبت لي. المهم طبيعه الحال نتايا يعني هو الزوج ديالك درك حاليا ما غاديش يقدر يعني ما راهش قادر يرجع لفرنسا بطبيعه الحال بسبب مهم هذا الوباء هذا، وبسبب انه الطائرات وا 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 وا. هنايا ساهل الحال يعني ما تصعبوش على راسكم، غادي يصيفط ايميل لاكاف، يصيفط ايميل لاكاف، هذه ابسط حاجه. وبطبيعة الحال في حالة ما لاكاف بغات تتأكد يقدر أنه يسكاني لو باسبور ديالو فوقتاش دخل لالجيري، وبطبيعة الحال يصيفطو في لي بابيي لاكاف. لاكاف كي تبغيو تصيفطو لها دي بابيي أدمينستراتيف تقدروا أنكو ترسلو ليها بلا ما ديبلاصاو إذا بغيتو. غادي نكتب لكم هنا وغادي تشوفو كات كاف ياكو، اما هذيك كاف وحده كاف غادي تكتبوا الرقم نتاع لو كود بوستال. المهم سمحوا لي شي شويه حيت لاحظت راسي انني شي شويه حيت ما عرفت نحس شويه حسيت شويه بالعيا، سي بور سا راني ارتبك في الكلمات ما عرفتش علاش. المهم كاف ياكو حده لا حده كاف غادي ديروا الكود بوستال، اون بعد تزيدوا ايروباس، اون بعد تزيدوا انفو، وتزيدوا تيغي kaf.fr. منين ديروا كاف ديروا ديريكتوم وحدها لو كود بوستال ديالكم. ساكنين في منطقه 93 غادي ديروا كاف 93 وديروا ايروباس انفو تيغي kaf.fr. ساكنين باغ اكزومبل في جو سي با في لو 30 غادي ديروا كاف 30 ايروباس انفو تيغي kaf.fr. صاي وتقدروا هكذا وترسلوا يعني الايميل ديالكم ولا الوراق ديالكم. يعني هذا هو الجواب ديالي بالنسبه لجوج تاع الاخوات اللي سولوني بالنسبه لاكاف. نقول لكم نشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم، نتمنى هذا الفيديو تكونوا استفدتم منه
وشكرا لكم على المتابعة. نقول لكم فقط اسمحوا لي بعض المرات فاش كنجي من الخدمة عيانة، بطبيعة الحال كنكون ربما كنكون عيانة شي شوية ولا ربما حتى كيبان عليا، ولكن المهم أنا كنت باغي نعطيكم أخبار فرنسا يعني باختصار هكذا باش تكونوا عارفين. نقول لكم إن شاء الله نشوفكم فيديو قادم، والسلام عليكم.